بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم العشاء تاعنا درت روز بالسكر. الروز هذا درت النوعية تاع الروز المفور، الروز المفور حطيت الماء يسخن حتى لدرجة الغليان، كبيت له شوية ملح شوية زيت، وحطيت الروز هذا يغلي في الماء مسخون. كي يطيب هذا الروز المفور نصفيه في الكسكاس، نحطه في صحن التقديم ونكب فوقه السكر العادي اللي نستعملوه كما نقولوا احنا في السكر العادي. ونخلط الروز مع السكر، وهذا هو العشاء تاعنا نهار اليوم. نقولوا اللهم اجعلها نعمة دائمة واحفظها من الزوال، اللهم اجعلها نعمة دائمة واحفظها من الزوال، اللهم اجعلها نعمة دائمة واحفظها من الزوال يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.